اهلا بيكم من جديد. وصلنا لفقره الشارع الابيض، وخلونا نروح على طول لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن دور مباراه الزمالك امام سيراميكا كليوباترا في التجهيز لخوض كاس السوبر. تعالوا كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا كان ايه، ونشوف ردودكم على سؤال حلقتنا. خلونا نبدا طبعا بصديق البرنامج كرم كمال. صباح الفل عليك يا كرم، يعني كل سنه وانت طيب، ويا رب يكون كان عيد سعيد عليك، وانتم كمان طبعا كلكم وحشتونا جدا. بيقول طبعا وبلا شك مباراه تحمل طابع خاص وفريد من نوعه من التنافسيه والنديه، واحنا محتاجين الفوز للعوده للانتصارات والروح طبعا اللي كانت غايبه من فتره، وعشان الرجوع للتقدم في المراكز الاولى. والله ولي التوفيق ان شاء الله نقدر ان احنا نرجع، والزمالك يقدر ان هو يرجع مره ثانيه يا كمال. فرح، صباح الفل عليك يا فرح، كل سنة وانت طيبة. بتقول مباراة سيراميكا كليوباترا مهمة جدا ولا بديل عن الفوز، أهم شيء اللعب بروح وإصرار وعزيمة وتركيز، وأتمنى أننا نلعب بخطة متوازنة، وأتمنى أننا ننهي المباراة بدري وإعطاء بعض اللاعبين فرصة بالمشاركة، وأتمنى من اللعيبة اللعب الجماعي واستغلال الفرص. والفوز بمباراة سيراميكا هيعطي دفعة معنوية للعيبة قبل مباراة السوبر، كل الدعم والتوفيق لنادينا العظيم. وتحياتي ليكي انجل كل فريق العمل. طبعا بنشكرك جدا طبعا يا فرح، وتحياتنا ليكي. عبدو منصور، صباح الفل عليك يا عبدو، كل سنة وانت طيب وبصحة والسلامة. بيقول طبعا مباراة مهمة جدا ومع فريق محترم وبيقدم كرة كويسة في الدوري السنة دي، غير ان الزمالك محتاج لأي نقطة في الفترة اللي جاية. كمان الماتش هيفرق مع الزمالك في مباراة السوبر، وبإذن الله تكون بداية موفقة وبالتوفيق لنادينا الحبيب ان شاء الله يا عبدو. لمياء حسن، بتصبح علينا، صباح الفل يا لمياء. بتقول كل سنة وانت طيبة يا لمياء. بتقول مباراة سيراميكا كليوباترا مباراة مهمة جدا ولا بديل عن الفوز في هذه المباراة، أهم حاجة اللعب الجماعي ويكون في روح وعزيمة وإصرار على الفوز واستغلال جميع الفرص الممكنة، والفوز ده هيكون دفعة معنوية لجميع اللاعبين قبل مباراة السوبر، وإن شاء الله نكسب سيراميكا كليوباترا. تحياتي ليكي ولكل فريق العمل، بنشكرك شكرا جزيلا يا لمياء، وتحياتنا ليكي. طبعا الفوز اكيد في المباراه القادمه امام سيراميكا كليوباترا هيكون دفعه معنويه مهمه جدا للاعبين وللجهاز الفني طبعا الجديد بقياده اوساريو. نتمنى طبعا غدا لكل اللاعبين والفريق الزمالك ان شاء الله التوفيق في المباراه الهامه امام سيراميكا كليوباترا.